يعني موسيماني غلط في انه هو يتكلم بالشكل ده صراحه في المؤتمر الصحفي، بس في الكلام اللي هو قاله في حته ان احنا داخلين على كاس العالم وبعد كده الاهلي عنده ارتباطات كتيره جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا، فالراجل عايز يعرف راسه من رجليه. فانا برضو شايف ان ده حق منطقي يتقال طبعا في الغرف المغلقه، ما يتقالش في الاعلام. بس فكره ان هو دي مش اول مره، يعني هو قبل كده عمل برضو حوار خارج مصر واتكلم في الحته دي، مش عاجبني ان هو مرتين ثلاثه يتكلم في الموضوع ده. لو هو شايف ان انا محتاج ان انا اجدد ويا اما احسن موقفي، انا ممكن عادي اكمل مع الاهلي لحد اخر يوم بس ابقى متفق مع نادي تاني، بس ادي مثلا النادي الاهلي كل المجهود وكل التركيز، مفيش مشكله. بس ده اللي يبلغه مين؟ وكيله الاعمال لامير توفيق او للكابتن محمود الخطيب. انما طبعا ان انت تتكلم في المؤتمر الصحفي انا مش شايف انها كانت خطوه كويسه من موسيماني، وبرده مش شايف النهارده اللي كتبه كابتن محسن صالح على تويتر ان ده كان شيء برده، يعني زي ما ده مش كويس ده برده مش كويس.